رامفير؟ أنت منيح؟ سونالي؟ إيه؟ أنا منيح بس راسي عم يوجعني يعني رامفير؟ أنا منيح رامفير؟ كتير منيح، هذا الوقت المناسب لتنفيذ الخطة. رامفير مبين عليك مو على بعضك، تعال لجوا. لجوا؟ لا أنا ما رح فوت لجوا أبداً، أنا بدي أرقص واليوم نحن لازم نولعها كمان ونرقص. رامفير رامفير بظن أنت لازم ترتاح، تعال معي يلا تعال. انت لوين اخذه رامفير؟ جاوبية. انا شفت رامفير ما انا مرتاح، لهيك بدي اخده على غرفته هلا. مشكورة، شكرا على اهتمامك برامفير، بس هلا انا هون لحتى اعتني فيه. رامفير شو هاد؟ شو هالجرسونة؟ كتير حلوة سومان. صحيح سونالي، شو عطيتي للجرسون؟ عن أي جرسون هذا عم تحكي؟ أنا ما عم أفهم عليكي سونالي، تمثيلك هاد ما بيمرق علي بنو، ما في داعي تستمري بكذبك هيك، شفتك عم تعطي شغلة للجرسون. طيب إذا ما بدك تخبريني أنا رح أسأله، هلأ بشوفه وبفهم منه. بالمناسبة كنت غلطانة بخصوصك أنت ورامفير، كان معك حق رامفير، أنت إجيتي لهون ومناوية على خير ابنه. شفتي؟ أنا قلتلك هذا الشيء بس أنت ما بتسمعي مني أبداً سومان. رامفير بترجاك سامحني لأني ما توقعت تطلع هيك. ماشي سومان، أنا بتمنى أنك ما تفهميني غلط. سونالي أنا ماني غبية مثل ما أنتي مفكرة، شفت كل شي بعيني وهلأ من الأحسن تنتبهي على تصرفاتك أو رح أعرف أتصرف معك، لأنه ما حدا بيقدر يبعدني عن رامفير نهائياً. فهمتي سونالي؟ انتبهي. منروح؟ أنت أحلى وحدة بالعالم سومان، أحلى وحدة بكل الدنيا. ألو، الخطة تبعنا فشلت لأنه سومان اكتشفت كل القصة. نفذ أنت الخطة تبعك. شو طمني كل شي تمام هون؟ الأمور تمام لا تأكل هم، جبت لك عشا معي وكل معلومات الضيوف عنا. هاي انت وين رايح هيك؟ لا تخلوه يهرب، امسكوه. وقف عندك، وقف وقف ولا مسكتك. تعال لهون، وين بدك مفكر رح تهرب منا؟ ها امسكوه منيح، اتركوني. لا تخلوه يفلت منكم. لك امشي يلا تحرك. رامفير انت منيح؟ خير شو صاير؟ قليل لنا سومان. رامفير شرب شي خلاه يدوخ بالحفلة، في حدا قاصد هالشي رامفير. كيف صار معه هيك؟ ما قدموا هيك مشاريب بالحفلة بنوب. معك حق ساهيل، بس أكيد هالشي صار قصدهم، في شخص ضيفوا شي بالحفلة خلاه يدوخ هيك، أكيد في جرسون بالحفلة بيعرف منيح الحقيقة. جرسون؟
ومين هو؟ خد هدول المصاري وبسرعة اختفي من هون، واوعى تقرب من هذا البيت مرة تانية، عم تفهم؟ روح. حاضر مدام. هلأ كان واقف هون، يا ترى وين اختفى؟ رامفير انت منيح؟ بدي اقلك شغلي، انت يا آنسة بنت كتير حلوة، ليكي انت طالعة بتشبهي سومان خطيبتي، شو بدي ساوي انا هلأ؟ رامفير انا سومان. طيب هلأ انت انتبهي على رامفير ونحن رح نلاقيه. امشي معي. انت فهمني شو يلي خلاك تجي لهون. يلا قول منان. مين هاد؟ عمي هذا هو الزلمة اللي قوص على رانفير هداك اليوم. شو؟ ايه مزبوط معلم، لقطنا هالمجرم وهو عم يهرب وجبنا لهون فورا. الحفلة كانت من أحلى الحفلات كلواتي، انت ما كان مبين عليكي رح تفوزي. اه ستي، امي، ستي، شو القصة؟ لقطوا المجرم. واي مجرم؟ اللي قوص على رامفير وسومان بهداك اليوم. مو معقول. يلا بنتي طلعيني لبرا. ايه يلا ماما. ما عم صدق الشي اللي كنت خايفة منه صار. بعد ما مسكوه أنا رح أتبادر، شو رح يصير هلأ؟ اعترف هلأ، قلي الحقيقة، ليش أنت قوصت على ابني رامفير؟ جاوبه، قلو أنت ليش عملت هيك؟ كيف فيك تتجرأ وتأذي عائلة ميتال؟ اعترف يلا. اسمعوا، لا أنت رح تقول مين الشخص اللي بعتك ولا شو؟ أنا ما رح أرحمك أبداً. احكي مين بعتك لهون. احكي، ما عندك خيار تاني. راحت علي، خبرت المتعهد إنه ما يجي على الحفلة لهون أبداً. شو اللي جابوه هاد؟ هلأ مسكوه وأكيد كمان رح يحبسوه، وفوق كل المصايب اللي عملها رح يتسبب بحبسي معه. يلا قلي مين هو اللي بعتك لعنا، جاوب. أنا ما اجيت لهون من حالي، جيت لحتى اشتغل واخد حقي كمان. ايه هنن دفعولي حتى اتهجم على رامفير، وهون في شخص اتصل فيني حتى اعمل هالشي. اللي اسم هذا الشخص هلا، بدي اعرف مين هاد، وبدك تحكي الحقيقة كلها هلا. يلا. سندورة، طلع ما بيكفي انك تكوني ذكية كتير وداهية، لازم تكوني كمان محظوظة شوي، بس خطتك فشلت وراحت عليكي. نحن شغلتنا إلها قوانين، يعني ما منكشف اسم عميلنا لحدا حتى لو كان واقف قدامنا. قوانين؟ رح تعرف القوانين وانت قدام الشرطة. بريجيش مور أخي، احكي مع الشرطة وخليهم يجوا. استنى استنى شوي، إذا قلت اسم الشخص اللي معي بيكون أنا مالي علاقة؟ طيب اللي شو اسم الشخص وأنا رح خليك تروح فورا. رامفير
شو هالحكي هاد؟ عمي أنا قلت لك اللي عمل هالشي هو من قلب هاي العيلة، وبظن إنه هذا هو الوقت المناسب لنعرفه، هو جزء من الخطة، بس أكيد في شخص تاني معه. وهلأ قلي مين هو هذا الشخص واعتبر حالك ما لك علاقة بكل القصة، وإذا قررت إنك ما تعترف بالحقيقة أنا بوعدك إنه هذا الموضوع ما رح ينتهي. احكي كل شي فوراً وصدقني رح أتركك تروح. يا أما بدي خليك تكمل حياتك بالحبس.